معانا على التليفون. معانا على التليفون رجل أعمال محمد الأمين اللي كان الحقيقة في صحبة الرئيس في الكويت مع مجموعة كبيرة من الإعلاميين. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. مساء الخير يا أستاذ خالد. مساء الخير يا أستاذ عمرو. أهلا وسهلا. الحمد لله بالسلامة. أهلا وسهلا بيك، الله يسلمك. محمد بيه، احنا دلوقتي عندنا تصور أنه الرحلة مختلفة بكل المعايير، في أجواء الاستقبال، في الطريقة اللي تعمل بها الإعلام الكويتي، في حجم التمثيل الإعلام المصري اللي كان موجود هناك، بس من الكواليس بقى لو قدرنا نقول، طيب يعني هنسمع انطباعات حضرتك عنها وعايزين نتائج بقى. طب النتائج شكلها ازاي؟ والله يا استاذ خالد، يعني بدايه الرحله الحقيقه ومن الحفاوه اللي استقبل بيها الاخوه الاعلاميين جميعا، واللي كانت مفاجاه للجميع حتى اللي انا شخصيا، شعرنا ان في حاجة جديدة مضيئة في الكويت. نعم. يعني حضرتك أكيد هتتلاقى مع الإعلاميين. إحنا استقبلنا يعني استقبال رسمي كوزراء كرؤساء، احسبها زي ما أنت عايز، في المطار الأميري. بنوجه الشكر لوزير الإعلام، الحقيقة أنا كنت وصلت معاه الشيخ سليمان قبل الرحلة ما تتم باسم غرفة صناعة الإعلام. والرجل أبدى كل الاحترام وفتح كل ما يمكن من تسهيلات للوفد اللي كان موجود. ظهر طبعا، ظهر في كل اللقاءات اللي تابعناها معاكم، يعني استخدام تلفزيونات الاستوديوهات التلفزيون الكويتي لمن يرغب. فبداية الرحلة الحقيقة ادتنا انطباع بأن الرحلة إن شاء الله هتكون موفقة بشكل كبير. هنروح نروح الاستقبال. كنت برضو طلبت من معالي وزير الاعلام قبل ما نسافر ان احنا نكثف اللقاءات مع الوزراء المعنيين. تمام. باسم الغرفه طبعا، وفعلا تم استاذ خالد في يوم واحد، وده اول مره حسب ما قال لي معالي وزير الاعلام هناك، خمس لقاءات مكثفه مع خمس وزراء من اهم الوزراء الكويت. الحكومه الكويتيه. التقينا مع الشيخ صباح الخالد صباحنا بالأول رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع الشيخ محمد عبد الله الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع الشيخ سليمان الحمود طبعا وزير الإعلام، ومع السيد عبد الوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية، ومع السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي. والمؤشرات في اللقاءات دي، المؤشرات ايه بقى؟ مجمل يعني هلخصها في كلمة واحدة الحقيقة قالها معالي الشيخ صباح الخالد اللي هو نائب الاول رئيس مجلس الوزراء، وهو الرجل القوي بدوله الكويت بعد امير البلاد، ان عام 2015 هم مسمينه عام مصر بكل ما تحمل الكلمه. الرجل كان واضح وصريح ولخص أهمية مصر في كلمة واحدة، أن الخطر أصبح على أبواب الكويت ومنطقة الخليج كاملا. تمام. وتطرق لكل ما فهم ووعي بقضايا المنطقة تماما. وإقرار تام بأهمية مصر، وشعرنا إحنا منه أن مصر رجعت بقوة لريادة المنطقة العربية. تمام. وكان الرجل يتكلم بكل شفافية من منطلق شعورهم بأهمية مصر اللي بقالها فترة طويلة متغيبة عن قيادة الدول العربية، وإن هم بيطالبوا إلى أن ترجع إلى الريادة للمنطقة العربية. تمام. الأخ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة راح لأبعد من كده، قال أنا ما اكتفيش بعلاقات مصرية كويتية، أنا بطمح لعلاقات مصرية خليجية على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي. تمام. متفائلين جدا هم. طب ده تجسد ازاي يا باشمهندس؟ يعني ده تجسد ازاي بقى؟ احنا شفنا كل المشاهد العلنيه والحقيقه كانت مبشره، وزي ما حضرتك بتتكلم بالتوضيح ده رائع، لكن هل في منتج نهائي مثلا، اتفاقات معينه وقعت؟ الجديد في فكرهم، وده برضو انا هتطرق للقاء اللي تم مع المستثمرين، هم فاهمين كويس قوي أن البعد الاقتصادي في مصر له تأثير على البعد الأمني والبعد السياسي. بمعنى أن مصر عندما تكون قوية اقتصاديا فهي قوية سياسيا وقوية أمنيا. ودي كانت النقطة الجديدة اللي هم الحقيقة فاهمينها بوضوح.
فاهمينها وعندهم استعداد يسندوها ها ولا وبقوه يا استاذ خالد. تمام تمام. وهل يعني لو ليا اسال يا باشمهندس بعد يعني لو سمحت يا خالد نسال باشمهندس عن ما طرح يعني لقاءات الرئيس مع رجال الاعمال مجلس الاعمال المصري الكويتي اللي هو برضو كان النهارده الرئيس له لقاء معاه، هل كان منصب فقط على المؤتمر الاقتصادي المزمع في شرم الشيخ باذن الله في مارس، ولا كان هناك تطرقات لمزيد من الامور؟ يا والله يا استاذ عمر انا توقعاتي هيتم دخول المستثمرين الكويتيين قبل المؤتمر الاقتصادي في شهر مارس. لانه اللقاء النهارده كان الحقيقه مع مجموعه من اكبر الشركات الاستثماريه في الكويت واللي ليهم استثمارات الحقيقه بمليارات الدولارات موجوده في اوروبا واللي ابدوا كامل استعدادهم لنقل الاستثمارات دي الى الدوله المصريه. دي اخبار رائعه والله يا باشمهندس، دي اخبار رائعه. الحقيقه والحقيقه كان اللقاء مجدي جدا، هم فتحوا البوم للسيد الرئيس والسيد الرئيس اجاب بشفافيه على كل استفساراتهم وتخوفاتهم والضمانات المطلوبه لراس المال. وكان الاخ محمد الصقر اللي هي مجموعه الصقر والاستثمار هو مترأس الاجتماع عن الجانب الكويتي في حضور كيانات اقتصاديه قويه زي شركه بيان للاستثمار اللي بيمثلها السيد فيصل المطوع، زي مجموعه السلطان العقاريه السيد جميل السلطان، مجموعه تي تي سي العقاريه السيد حمد التويجري، مجموعه كويت كنترول علي العلمي. يعني حضور قوي فعلا، حضور قوي. لا قوي والحقيقه جدي. لا. لان الاسئله اللي سالوها واللي اجاب عليها سياده الرئيس بينت ان الناس دي عايزه تدخل ومش هتستنى لشهر مارس يعني. كان الشغل الشاغل ليهم هو قانون الاستثمار اللي هيزيل كل العقبات واللي طمنهم السيد الرئيس انه هيصدر قبل نص مارس بالتاكيد. من الشغل الشاغل اليوم موضوع الطاقه، وجود طاقه كافيه للمشاريع اللي هم عايزين يعملوها واسعارها، وبرضه يطمنهم السيد الرئيس بان الخطه الموضوعه حاليا هتكون كافيه بعد 8 شهور تحديدا الى انتاج طاقه تكفي اي مشاريع تقام في مصر لمده 5 سنين بالاضافه الى عجز اللي حاصل في الطاقه الحاليه. كان برضه ليهم اسئله بخصوص العمله واخراجها في حاله نجاح مشاريعهم وحصول ارباح، وطمنهم السيد الرئيس انه سوف يتم مراعاه التعاقدات والتحويلات كمان هيسمح بها بموجب القانون الجديد يا باشمهندس. نعم يعني نعم، يستطيعوا تحويل فوائد الارباح الى الخارج. بالضبط. فكانت دي كل التطمينات اللي خلتهم، وانا على ثقه ان منهم مجموعات هتنزل يمكن الاسبوع الجاي او الاسبوع اللي بعديه وتبدا تشوف ايه اللي موجود وتطرح رؤيتها للمشاريع اللي هم عايزين يعملوها. رائع. واحنا بنشكرك مره ثانيه يا باشمهندس لانه الدور اللي لعبته غرفه صناعه الاعلام المره دي وحضرتك شخصيا في تسهيل الرحله للصحفيين والاعلاميين كان كبير، طائره خاصه وترتيبات كبيره مهمه سهلت للاعلاميين دورهم. نتمنى ده في رحلات مقبله للرئيس. ان انت فتحت الموضوع ده لان في لبس حاصل في الموضوع ده، انا مش شايف فيه معنى طائره محمد، لان لا هي الحقيقه دي طائره غرفه صناعه الاعلام. غرفه صناعه الاعلام مسموع. نعم هناك فرق. نعم. عشان بس نبقى واضحين بقى احنا عايزين التجربه، عايزين التجربه يا باشمهندس، عشان احنا ايه لما بنطلع مع الرئيس وبتحصل حاجات مفاجاه دي حاجه يعني كويسه، ممكن نشترك كلنا والصحفيين والقنوات وكله وتبقى دي فرصه طبعًا. ان احنا نغطي بسهوله. بعد اكبر يا استاذ خالد لما بنروح منفصلين محدش من الدول المضيفه لينا صح بتشوفنا صح، بس صح. لما حصل تكتل كبير اعلامي حجم الاهتمام كان لا تتخيله. صحيح صحيح. يعني لما كل قناه تبعت 4-5 وبيروحوا يحجزوا ويوصلوا هناك عادي ما حدش بيشعر بوجودهم. غير صحيح. لما انت بتطلع 8-9 قنوات وان شاء الله يبقى 4-5 صحف ده كيان متكامل بتجبر الدول، انا ما بتكلمش على الكويت الحقيقه، بتجبر اي كل الدول انها تحترم هذا الوضع. لا وهقول لك حاجه ثانيه يا باشمهندس، هضيف لحضرتك حاجه ثانيه مهمه برضو، يعني مثلا لما الرئيس بيكون رايح دولتين ورا بعض، يعني مثلا في رحله ايطاليا وفرنسا، هو راح ايطاليا وبعدين الرئيس بيستقل طائرته الخاصه وبيروح فرنسا، بيحصل لخبطه كبيره جدا مع المحررين. عمرك ما بتلحق. لا لو في طائره خاصه في 3-4 يا ريت يعني كلنا نشترك في الحكايه دي. الفكره على فكره في هناك من انتقد هذا الامر، وانا ارى انه
يعني الاتحاد ما بين القنوات الخاصة، الاتحاد ما بين القنوات الخاصة من خلال غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع هو أمر حميد، لأنه بيساعد على توفير عناصر إنتاجية وعلى حركة، سهولة حركة، وبيبقى فيه رؤية واضحة للقنوات بعيدا عن التنافس والتناحر، بالعكس تتكتل وبتساعد بعضها، وده دور يعني حضرتك بتقوم بيه وانت على راس هذه الغرفه، وبنشكرك عليه الحقيقه. طياره سياحيه، يعني في كلمه طياره خاصه، هي طياره من مصر للطيران، من الطيار الداخلي اللي هي العدد بتاعها بيبقى اقل، وبالتالي التكاليف لو انت وزعتها بتلقى هي نفس التكاليف، اللي هتدفعها كل قناه منفرده. بالظبط. وبالتالي على فكره يعني وانا بحضر حوارات وانا بقول لحضرتك كمان مره، لا دي تجربه كويسه جدا، نرجو ان تتكرر، ده افضل بكتير، ده في تحديد افضل لمواعيد الإقلاع والعودة اللي تناسب التغطيات الإعلامية، وده دور بتقوم بيه الغرفة، بنشكرها عليه، شكرا جزيلا. احترام الإعلاميين، لأنه احترام الإعلاميين في الدول اللي بيروحوا ليها، هو ده أهم نقطة أنا الحقيقة دورت عليها. يعني يا أشكرك يا باشمهندس، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، خيرك يا فندم، الحمد لله بالسلامة. مهندس محمد الأمين، رئيس غرفة صناعة الإعلام ورئيس مجلس إدارة قنوات سي بي سي، ويعني بريف مهم عن الكويت. أنا عايز أقول لكم سر يا جماعة، انه اكيد لا اكيد عمرو قال لكم قبل كده. لا ما قلتهاش. لا, لا انا انت مش عارف السر اللي هقوله. طيب عمرو الكحكي من الخبراء في الشأن الخليجي وفاهم كويس ابعاد الخليجي، وكان من ابرز المراسلين اللي غطوا تغطيه مباشره في منطقه الخليج وفي الحرب في العراق من على الارض مباشره، وده يجيز لي اني اسال عمرو عن تاثيرات هذه الزياره. انت بتحضر لقاءات الرئيس وخبير في هذا الشان، وعارف ان في تحديات في امن الخليج، تحديات في الامن المصري، في حاجات مشتركه كتيره. احنا مثلا انا كمواطن لما اجي اسمع اقول ايه محور مصري خليجي على الصعيد الامني، ايه الاسئله وايه الحاجات اللي ممكن تكون يعني شايفها انها ابعاد مهمه في هذه الزياره؟ طبعا عايز اقول لك انه في التنسيق الامني مش بس مع الخليج، ولكن الخليج عنصر مهم فيه. ده موجود وداير من زمن ما بين أجهزة الأمن العربية بالكامل والخليج وإحنا، والخليج على وجه التحديد. وليه الخليج على وجه التحديد؟ لأنه كما تعلم وكما كتب الباحث سامح عيد في كتابه بعد ما خرج من جماعة الإخوان المسلمين، بيكشف لك الدور اللي كان بتقوم به التنظيم الدولي في تيسير سفر أنصاء يعني عناصر الجماعة للعمل في الخارج وتكوين خلاياها جوه الخارج في اليمن في السعودية. وبالتالي ده بيفسر لك أيضا حجم الصداع اللي كان موجود في دول الخليج. أنت شفت الخلايا اللي اتمسكت في الإمارات، طبيعي أنه هناك حركة متدينة رائعة في كل هذه الدول، ولكن التدين لا يعني التطرف أو العمل السياسي بالدين. وهذه هي المسألة اللي فيها فصل تام تقريبا في منطقة الخليج. وبناء عليه أنت بتتكلم في أنه وجود الإخوان ومحاولة استئثارهم وإقصاء الآخرين داخل مصر والانفراد وتهديد الإمارات. أنا أفكرك هددوا الإمارات، هددوا رجال الأعمال الإماراتيين، ضغطوا على رجال الأعمال من الدول الخليجية الأخرى في محاولة ابتزاز. كل ده راح وذهب، وربما هذا جزء من يعني الحالة العظيمة اللي احنا شفناها اتفرجنا عليها قوي في رحلة الكويت المرة دي. الأريحية دي، الابتسامة الرائعة دي، القعدة اللي ما بين اتنين بينهم ود ما تقابلوش بقالهم سنين، دي معاني كبيرة ورائعة. طيب